طيب ناخد معانا. طيب احنا بس هنقول ايه، النهارده كانت معالي الوزيره نيفين جامع اللي هي وزيره التجاره والصناعه كضيف ضيف شرف على الدوره 38 لمعرض الخرطوم الدولي. في شركات كتيره قوي مصريه موجوده، وده هدفه تنميه العلاقات التجاريه بين مصر والسودان، وطبعا فكره التكامل الاقليمي، فكره انه مصر والسودان لا يكونان كانهما دولتان، وانما دولتين طبعا في امور سياديه، بس كانهما سوق واحد، كانهما مشاريع واحده، كانهم يعني هذا الكم الكبير من المصريين اللي بيروحوا السودان والسودان اللي بيجوا مصر، ده مش بيعكس تجاوز جغرافي، لكن لا، فكره الارتباط بالوطن وفكره الارتباط بالنيل وفكره ان احنا تاريخ واحد، وان مصر في يوم كانت في السودان والسودان كانت في مصر. يعني انا من مدرسه ان احنا مصر والسودان على قد ما نقدر نقوي الروابط ما بيننا وبين بعض، طبعا ده مش بالكلام يعني، لكن عايزه قرارات وعايزه زيارات وعايزه مشاريع وعايز كل ده بياخد وقت. ما هو انا ممكن اقعد كده، انا ممكن افكر اي فكره تيجي في بالي في اقل من ثانيه، وبس عشان اخطط لها دي عايزها كذا يوم، وعشان انفذها عايزها لها كذا سنه. بس يعني الفكره في النهايه ان احنا واهلنا في السودان علينا مسؤوليه كبيره في الا نترك للاجيال القادمه يعني علاقات لا قدر الله خربه او فيها سلبيات او فيها مشاحنات. ليها حل، ليها حل بالعقل وبالمنطق وبتقديم حسن النيه والكلام ده. في بقى حاجه ليها علاقه بايه؟ بالقطارات. بصوا حضراتكم، انا هقول لكم حاجه كده ايه عشان الوقت. سكه حديد في مصر قطاع مهم جدا، حضراتكم يعني اكيد عارفين اهميته، بس انا اللي انا عايز ازود عليه انك يوم ما بتوصل لمرحله ان كل اجزاء مصر، كل مناطق مصر واصله لبعضها بالسكه الحديد عن طريق قطارات بالذات، انت بتضاعف حركة النقل وحركة السياحة وحركة العمالة وحركة رأس المال وحركة السلع. دي كلها اللي بقول دي حاجة اسمها دورة في ناس بالاقتصاد، يقول لك دورة السلع، دورة النقود، دورة العمالة، دورة رأس المال، دورة. فلو انت مثلا حاجة، لو انت بتعوم في طحينة في حمام السباحة في طحينة كثافته عالية، فتلاقي نفسك بتغرق، مع لو مشيت 3 متر هتلاقي نفسك مت. لكن في ميه عاديه لا تقدر تقوم. هو بقى القطارات دي بتعمل كده، بتخلي شرايين التواصل ما بين اجزاء الوطن عاليه. اغلى مواصله هي العربيه، بالذات العربيات الخاصه، بنزين وصيانه ومش. انما القطر من ارخص، رغم انه غالي في مصر، يعني ناس تقول لك غالي ومش عارف. لكن طب شوف حضراتكم احنا عندنا كام نوع مشروعات قطارات في مصر. في عندنا 5 منظومات للسكة الحديد شغالين فيها دلوقتي. قطار السريع، قطار الكهربائي، قطار المونو ريل. معلش يعني يمكن بص عليكم انطوها كده، مونو يعني واحد او موحد، ريل اللي هو بيمشي عليه القطر ده. فالمونو ريل هو اسمه كده عشان انا سمعت يعني بتاع 40 طريقه لنطقه يعني، فسوى مونو ريل ده الانجليزي. في بقى الفرنساويين لهم طريقه ثانيه بس احنا خلينا في الانجليزي مونو ريل. يبقى ده الثالث. وفي مترو الانفاق، وفي القطار التقليدي بتاعنا اللي هو ايه بيشتغل بالديزل. انا بس عايز اقول لحضراتكم ان كل حاجه من دول همت مصر بتعمل فيها حاجات ربما ما اتعملتش من ايام ما كانوا الانجليز في مصر. يعني شوف علاقة بالانجليز في مصر كان 1882، ما هم عملوا ليه؟ ما هو برضه بيقول لك الانجليز عملوا تاني اكبر سكه حديد في العالم في مصر. طب الانجليز دول كانوا اغبياء؟ لا طبعا، بيحسبها. انا لو وصلت السكه الحديد ما بين محافظات مصر المختلفه اللي انا بحتلها كانجليزي، انا هعرف اسيطر على مصر اكتر، هنقل الجيش بتاعي وهنقل العماله وهنقل البضاعه وهنقل الطاقه يعني اذا بالنسبه له لا، انا لو وصلت النقاط المختلفه اللي موجودة على خريطة مصر ببعضها، يبقى أنا هعرف أسيطر على مصر وهعرف أستغل مصر وهعرف أعمل وأعمل. طب إحنا يا عم بقى أولاد البلد، إحنا مش محتلين، طب نعمل إحنا عايزين إيه؟ عايزين نريح الناس اللي بتركب القطارات، عايزين نترك للقادمين بعدنا وسائل مواصلات مريحة، عايزين السايح اللي يجي من بره يطلع يروح يصرف 2000 دولار في الغردقة ومنها، وبعدين يروح مش عارف في القاهرة يصرف له كمان 1500 مش عارف إيه، وبعدين يروح في اسكندرية يعمل إيه، وبعدين يروح الساعة. أيوة، ما هو هيتنقل إزاي؟ هو أنت إيه اللي بيخلي
تعرفين حضراتكم اكتر دوله في العالم بتجيلها سياحه؟ الكلام ده قريته من كذا سنه فما اعرفش دلوقتي بالظبط يعني قبل الكورونا. دلوقتي الكورونا لازم تاخد بالك في حاجه اسمها اي سي افتر كورونا وفي بي سي اللي هو بيفور كورونا. فالكلام ده بيفور كورونا بي سي يعني. ففي فتره البي سي كانت فرنسا من اكتر دول العالم بيجيلها سياحه. ليه؟ لان معظم السياحه جايه بالقطر او بالعربيات درجه اقل، بس لانه شبكه اطلع من اسبانيا روح فرنسا بالقطر، اطلع من بلجيكا بالقطر. طبعا في بقى كمان السياحه اللي بالطيران، بس احنا معظم السياحه في مصر بتجيلنا بالطيران وجوه مصر عشان يتنقل شغلانه. طب اديله بقى وسائل تسهل عليه. وطبعا الامل ان في يوم من الايام القطر ده يوصل ليبيا، القطر ده يوصل الاردن، القطر ده يوصل السعوديه، يعني الترابط ما بين المجتمعات المختلفه. بس انا هقول لحضراتكم كده بشكل سريع القطارات دي. القطار السريع ده حضراتكم اللي توقعنا مع سيمنز، دي مجموعه منظومه قطارات متكامله، قطار كهربائي سريع يوصل ل 250 كيلو في الساعة. يعني حضرتك من القاهرة لإسكندرية هي المسافة في حدود 210 كيلو، يعني حضرتك من القطر تركبه وتوصل لك يبقى ممكن تاخد لك مثلا بتاع 45-50 دقيقة. وده بتنقل الأفراد والبضائع، وده هيكون حوالي يبقى عندك إيه أفراد وبضائع، بضائع ده مهم تمام حضراتكم. وده بيمتد 1750 كيلو، أربع مراحل. أولا السخنة العلمين، ده من عين السخنة لغاية جربوب، ميناء جربوب غرب العالمين، وهيعدي على العاصمة الإدارية وعلى مواني اسكندرية وبرج العرب، يعني 15 محطة وطول 460 كيلو. ممكن نعترض على ده ليه؟ لا ده لازم وهياخد وقته، يعني احنا مش ده هنعمله بكرة الصبح، ده هياخد وقته. اتنين خط الغردقة الأقصر مرورا بسفاجة وإنا. هو اللي بيروح الغردقة ده هتوديه ازاي الأقصر؟ يركب القطر وكذا وكذا يلاقي نفسه في الاقصر، يبقى دفع هنا ودفع هنا وزار هنا والساعه ازاي. خط اكتوبر اسوان ده غرب النيل، ده غير كده عايزكم من مدينه اكتوبر تركب تروح رايح فين؟ تلاقي نفسك في اسوان. طب ما عظيم ده، ايه المشكله يعني؟ وبعدين كمان مد بقى الخط الاول اللي احنا قلنا انه هيوصل العالمين هنوصله المطروح، وده بالمناسبه هيكون عندنا فرصه ان احنا بعد من كده نمده ان شاء الله لما ليبيا تستقر الى اخره. طب انا بقى مش هقعد اشرح حاجات تانية، في حاجات كتير قوي تفاصيل تانية. في خط تاني اسمه الخط الكهربائي الخفيف، ده خط طوله 66 كيلو وهتمشي فيه القطارات 120 كيلو في الساعه علشان تربط العاصمه الاداريه ب محطه عدلي منصور التبادليه، ودي في مدينه السلام وهتعدي على العاشر من رمضان، يعني حوالي 11 محطه. وده تحالف صيني مش عارف ايه كلام زي كده مع شركات مصريه علشان نوصل في النهايه. طيب رقم ثلاثة المونو ريل، اسمه مونو ريل، ده يا فندم قطار معلق هتلاقيه متشعلق في الهواء، بيعمل ايه؟ ذات القيادة، مفيش سواق، هو اوتوماتيكي كله. قبل كده كان نص اوتوماتيكي ونص رومانبلي، ده بقى ماشي اوتوماتيكي. هيروح هيعمل على خطين هيشتغلوا بالتوازي، واحد من العاصمة الإدارية لغاية استاد القاهرة، ده 22 محطة بطول 52 كيلو. وخط تاني من 6 اكتوبر للمهندسين 12 محطة، شكرا جزيلا. يبقى حضرتك ما هتسيب عربيتك وتتوكل على الله تركب المونوريل، هتلاقي نفسك معزز مكرم زي اوروبا والدول المتقدمة، هتنزل في محطتك زي الفل زي الباشا، الف شكر. في مترو الانفاق بقى، مترو الانفاق ده التاريخ عندنا، بس احنا بقى عندنا مترو بتاع القاهرة وفي واحد تاني بتاع اسكندرية. بتاع القاهرة هيوصل لست خطوط، يعني لسه في حاجات كتيرة، المهم هنضيف خط من الرحاب لحي الأشجار، الرحاب اللي هو في أقصى شرق القاهرة، حي الأشجار ده اللي هو جنب مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر. وخط خامس من الخلفاوي لغاية الوفاء والأمل، والسادس من الخصوص من المعادي الجديدة مع استكمال الخط الثالث. كل ده ليه؟ علشان قدر المستطاع أهلنا وإحنا نقدر نتطلق من مكان لمكان وما نهنش نفسنا ونعمل، يعني كلام أعتقد محترم وبنشكر الناس عليه وربنا يبارك فيكم. ويعني اللي بيبني البلد يا اخواننا نقول له شكرا واستمر عشان ما يجلوش احباط ويقول لك انا ايه اللي بعمله في نفسي ده يا عم، ما نقعد في بيتنا. في خط بقى بتاع ايه؟ مترو اسكندريه، بيقول لك يا سيدي ده بدايته، هنحول قطار ابو قير لمترو، وهيوصل ل 21 كيلو، هيكون 21 كيلو على ثلاث مراحل. في مرحله اولى عددها 18 محطة كلهم سطحي وعلوي فوق الأرض، ومحطة تانية من الماكس محطة مصر اللي هي يعني اسكندرية، يعني في محطة مصر اللي في اسكندرية اللي هو سيدي جابر متهيألي،
للماكس اللي جوه اسكندريه بطول 8 كيلو وعدد 6 محطات نفقيه، يعني نفقيه يعني تحت الارض. وبعدين في من الماكس للكيلو 21، ال 21 ده كانك ايه رايح الساحل والى اخره. وفي بقى القطار التقليدي بقى، مصر فيها 10,000 كيلو متر اصلا سكه حديد تقليديه بالديزل، ده اللي احنا اتولدنا لقيناهم. تمام، ده يا اخواننا هيتم تطوير العربيات والجراجات وتطوير الاشارات والتوقيتات لرفع الكفاءه وتحسين معدلات الامان عشان ايه ما نعملش حوادث، صح كده؟ انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، يا رب الخير لهذه البلد، البلد دي فيها خير كتير وفيها ناس كتيره مخلصه بتعمل لها. اشوف حضراتكم على خير، هذا ما امكن اراده وتيسر اعلاده وقدر الله لنا قوله.